بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 10 من محاضرات تمريض صحة المجتمع بعنوان Community Based Rehabilitation أو التأهيل القائم على المجتمع. بداية كده هنقول مقدمة صغيرة قبل ما ندخل في الموضوع، إن التأهيل القائم على المجتمع ده معمول علشان يساعد الناس الديسيبلد من خلال برامج معينة بتتعمل علشان يدخلوا الناس أو يدمجوهم في المجتمع ويحافظوا على تكافؤ الفرص سواء في الوظيفة أو في الخدمات الصحية. الأوتلاين اللي عندنا النهاردة في أوفر فيو مقسومة لتو بارت. بارت 1 هنتكلم عن الديسابيلتي بشكل عام، بعد كده هنتكلم على في بارت 2 على الكوميونتي بيزد ريهابيتيشن. تاني حاجة عندنا الديفينيشن ريليتد للتوبيك بتاعنا، بعد كده Community Based Rehabilitation هناخد فيه Definition و Objective و Elements، كمان هناخد Advantage و Matrix أو المصفوفة بتاعة Community Based Rehabilitation، وهنتكلم عن البروجرام اللي بيتعمل للـ Disabled Population أو Community Based Rehabilitation Program من ناحية الـ Definition والأوبجيكتيف بتاعه، ايه هي الكريتيريا بتاعت البروجرام، كمان مين الناس اللي بيشاركوا في البرنامج، واخر حاجة عندنا الكوميونتي هيلث نيرس رول في الكوميونتي بيزد ريهابيليتيشن. الاوفر فيو منظمة الصحة العالمية بتقول ان 1 بليون اوف بيبل او حوالي 15% من سكان العالم عندهم فورم من الديسابيليتي. كمان بتقول ان بين 110 مليون ل 190 مليون ادلت عندهم صعوبه في الاداء او عندهم difficult in functioning سواء في الفسيولوجيكال او الفيزيكال فانكشن. كمان بنقول ان الريت بتاع الديسابيليتي زاد. ليه زاد؟ بزيادة الناس الايجينج او السينيورز او الديرلي بيبيوليشن، كل ما الاعمار بتزيد بتزيد الكرونيك هيلث كونديشنز، بيزيد الديسيبل بيبيوليشن. كمان إمكانية الوصول للهيلث سيرفيسز بالنسبة للناس اللي عندها ديسيبل بيبقى أقل، ما بيقدروش يوصلوا للهيلث سيرفيسز، فلازم يبقى لهم برامج معينة توصل لهم السيرفيس دي وكمان تلبي النيدز بتاعتهم. منظمة الصحة العالمية قالت برضو ان النمبر الموجود دلوقتي اللي هو 1 بليون بيتوقعوا ان هو يبقى الدبل او 2 بليون باي 2050. بعد الاعلان بتاع الما قطع، لو فاكرين ان احنا قلنا قبل كده ان البرايمر هيلث كير WHO اعلنت عنها في الما قطع في 78، كمان بعد الإعلان ده WHO بدأت في محاولة لتحسين جودة الحياة أو quality of life للdisabled population والفاميلي بتاعتهم وضمان إدراكهم ومشاركتهم في المجتمع. في البداية الوصول للrehabilitation services كانت محدودة والموارد بتاعتها كمان محدودة، لكن لما عملنا الـ CBR أو اللي هو Community Based Rehabilitation فشغال فيه Multi Sectorial Approach أو قطاعات كتير، فبتزود تكافؤ الفرص والقضاء على Disability وتوصيل الخدمة أو الخدمات القائمة على التأهيل أو إعادة التأهيل لكل الناس اللي عندها Disability وكمان أسرهم. علشان نقدم Community Based Rehabilitation Program أو علشان يتطبق لازم يبقى من خلال Combined Effort اللي هي جهود مشتركة، مش بس الناس اللي عايزة تقدم الخدمة، لأ، يبقى من الـ Disabled Population نفسهم، من الفاميلي بتاعتهم، وكمان من الكوميونتي اللي هيساعدني في البرامج دي، والحكومات والنون جوفرنمنتال اورجانيزيشن. حتى النون جوفرنمنتال اورجانيزيشن لازم هتساعد معايا، والبرايفت سيكتور كمان هتساعد في الهيلث والاديوكيشن والفوكيشنال والسوشيال اند اذر سيرفيسز اللي بتقدم للديسيبل بوبيوليشن اند زير فاميلي. قلنا كمان ان الكوميونتي بيزد ريهابليتيشن بيقدم من خلال مالتي سيكتوريال ابروتش. يعني ايه مالتي سيكتوريال ابروتش؟ هي كولابوريشن او تعاون بتوين او بين
فيروس ستيك هولدر جروب، مجموعه من الستيك هولدر جروب او المنتفعين او الناس اللي بتقدم خدمه وفي نفس الوقت بتاخد خدمات، زي الجفرمنت والسيفل سوسايتي اللي هو المجتمع المدني، وكمان البرايفت سيكتورز، عشان يقدموا للفئه المعينه من الناس دي الهيلث والانفايرمنت والايكونومي علشان ناتشيف الجول بتاعنا او الاوتكم اللي محطوط للبرنامج. بعد كده في الديفينيشنز او الكي تيرم بنقول International Classification of Function اللي هو التصنيف الدولي للاداء والعجز والصحه، قالت ان الديسابيلتي امبريلا او تعريف شامل للامبيرمنت والاكتيفيتي ليميتيشن اند بارتيسيبيشن ريستريكشن، وهنشوف تعريفاتهم دلوقتي. اول حاجه الامبيرمنت، او عرفوا الامبيرمنت هو ايه، هو بروبلم في البادي فانكشن او التريشن في البادي ستراكشر زي اما بيحصل باراليسز او بلايندنس. طيب قالت على الاكتيفيتي ليميتيشن اللي هو ايه، ديفيكولت اكسكيوتنج اكتيفيتي. يعني ايه اكسكيوتنج اكتيفيتي؟ يعني صعوبه في تنفيذ نشاط معين زي ووكينج او ايتينج. بارتيسيبيتنج ريستراكشر زي ايه او هو ايه، ار بروبلم ويز انفولفمنت في اني اريا من الحياه، مش قادر يتكيف او مش قادر يدخل في اي اريا من الحياه، زي مثلا بي فيسنج ديسكريميشن ان امبلويمنت اور ترانسبورتيشن، او بيواجه تميز في التوظيف، لا انت هتتوظف هنا، لا انت مش معانا، لا المواصلات مش قادر يركبها ومش قادر يروح عشان مش مهيئه ليه. كمان الديسابيلتي قالوا ان هي ريفيرز تو ديفيكلتس انكاونترد ان اني اور اول ثري اريا اوف فانكشن. يعني الديسابيلتي يا اما بتشمل نوع واحد من اللي احنا قلناهم دول او كل الانواع. احنا قلنا الامبيرمنت، قلنا الparticipation instruction، وكمان قلنا الactivity limitation. ايه هي تعريف الimpairment زي ما احنا اخدين قبل كده، دي بس مراجعة. any loss or abnormality في psychological او physiological او anatomical structure or function. طب ايه هي disability؟ disability اللي هي restriction or لاك في الابيليتي تو بيرفورم الاكتيفيتي دي لليفنج على الوجه الاكمل اللي المفروض اعمله، ودي بيبقى نتيجه للامبيرمنت. طب ايه هو الهانديكاب؟ الهانديكاب ريزالتنج فروم الامبيرمنت اند ديسابيليتي بيمنع الشخص ده ان هو يعمل الرول بتاعه على اكمل وجه في المجتمع. ايه هي البريفنشن؟ زي ما احنا عارفين في البريفنشن هي اي ميجر ايمد تو بريفنت اونست اوف منتال او فيزيكال او سنسور امبيرمنت، دي البرايمري بريفنشن، بنمنع الاونست او حدوث اصلا الامبيرمنت دي، او لو الامبيرمنت موجوده فاحنا بنعمل بريفنشن ان يحصل ايه ديسابيلتي او نيجاتيف فيزيكال او فيسيولوجيكال اند سوشيال كونسيكوانسز. هي موجوده ما احناش عايزينها تزيد او يحصل اكتر consequences او متابعات او المتابع دي disability اللي موجوده او impairment اللي موجوده، فده secondary prevention. طيب ايه هي equalization of opportunities؟ ده برضو من ضمن definitions اللي هنشوفها جوه او الكلام اللي هنشوفه جوه، فتعريفه ايه؟ دي بروسيس من خلالها بيتم النظام الموجود في المجتمع والمفروض تبقى equal بالنسبه لكل الناس، اللي هي تكافؤ الفرص سواء في الحصول على الخدمات أو التعليم إلى آخره. هنا بنقول only disability in life is bad attitude. دلوقتي الناس ما بتبصش ليه disability كإعاقة، أو الناس تقعد ما تشتغلش، أو ما لهمش تكافؤ فرص، أو ما يندمجوش في المجتمع، لا بنقول only disability in the life is bad attitude. لكن دلوقتي الناس اللي عندها disabled بتشتغل وبيطلعوا أوائل في حاجات معينة وبيلعبوا رياضة وبياخدوا مراكز إلى آخره. So what the rehabilitation أو habilitation؟ إيه معنى؟ وده اللي هنشوفه في المحاضرة وإحنا ماشيين إن شاء الله. ده عالم اسمه البروفيسور ستيفن هوكن، ده عالم فيزياء كان بيعاني من upper motor neuron disease، وكان بيقول ان هو بيأمل في بداية القرن يبقى في اتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد ما نشرت الـ WHO تقرير عن الناس الـ disabled وان هم عايزين يدمجوهم في المجتمع. بعد كده هنشوف الـ rehabilitation هي ايه.
rehabilitation multidisciplinary process that assess people with disability to develop or strengths يعملوا develop أو strengths للphysical والmental والsocial skills. كمان الrehabilitation الجول بتاعها oriented and time limited process. يعني ايه goal oriented and time limited process؟ ان هي عمليه لها هدف معين عايزه تحققه وكمان لازم يكون لها وقت معين. الريهابليتيتيف ميديسين include training and retraining للانديفيدوال اللي عنده disability عشان نوصل للهايست بوسيبل ليفل في الفانكشن بتاعته. كمان في goal اللي هو prevent loss of function او ان هو بيقلل loss of function، وبنعمل improvement او restoration للفانكشن اللي موجوده عنده وبنحسنها وبنقلل ان هو يفقدها وبنحافظ على الكرنت فانكشن، بنعمل كومبنسيشن اوف او فور لوس لوست فانكشن، بنحاول نعوضه على الفانكشن ان هو الريهابليتيشن زي ما قلنا اللي هو ليه جول معين وبتايم معين لازم يتحقق فيه وبيمكن البيبل اللي هم عندهم امبيرمنت ان هم يوصلوا للاوبتيمال ليفل من المينتال والفيزيكال والسوشيال فانكشن بادوات معينه او بمساعدات معينه اسمها تكنيكال ايدز، اللي هي عباره عن يا اما موبيليتي ايدز اللي هي ادوات خاصه بالمشي والوقوف وانه مثلا يستعمل ويل تشير او سكوتر او ووكرز او كان او كراتشز، او اللي هي بروستاتيك ديفايسز اللي هي الاجهزه التعويضيه، او اورستاتيك ديفايسز اللي هي الاجهزه التقويميه، او الحاجات اللي بيستخدموها في الهيرنج ايدز اللي هي زي سماعات وغيره، سواء بتساعد البيبل دول ان هم يسمعوا كويس او بتخليهم يسمعوا بطريقه اوضح. دي الموبيليتي ايدز اشكال معينه، دي البروستاتكس ديفايس اللي هي الاجهزه التعويضيه، دي الاجهزه التقويميه العضو موجود بس الفانكشن بتاعته سواء ضعيفه او مش مظبوطه، فاستاتيك ديفايس بتساعد في تقويم العضو اللي في امبيرمنت او ديسابيليتي. الريهابليتيشن كمان هي مجموعة من الميجرز بتساعد الانديفيدوال اللي هو disabled individual انه يتكيف مع المجتمع ويبقى فيه adjustment مع المجتمع او social adjustment or readjustment. يعني ايه adjustment او readjustment؟ اللي هو how to cope with disability، ازاي ابقى social وابقى فيه interactive مع المجتمع واعمل reduce للsocial anxiety عشان يبقى engaged مع الكوميونتي بطريقه صحيحه. طيب ايه الفرق بين الهابليتيشن والريهابليتيشن؟ الهابليتيشن بنقول ان هي ممكن تيجي للناس عن طريق acquired disability congenitally، يعني ممكن تيجي اعاقه خلقيه او مولود بيها او حصلت في الايرلي لايف او حصل في الايرلي لايف بتاع الشخص ده، فدي اسمها هابليتيشن. هابليتيشن هعلمه نيو سكيلز او هعلمه هبقى فوكسد على learn new skills او ان هو يكتسب مهاره جديده لان هو ما اتعلمهاش قبل كده، هو الاعاقه معاه من وهو صغير او معاه من بدايه حياته فما اتعلمش المهاره دي قبل كده، فانا بعمل فوكس او على learn new skills. طيب rehabilitation يعني هو حصل له الاعاقه وهو كبير شويه كان بيعرف يمشي على رجله دلوقتي ما بيعرفش، فانا هعمل له rehabilitation او هعمل focus on regaining the skills اللي هي حصل لها loss قبل كده. rehabilitation process بتبتدي من identify the problem and the need، وبعدين related للproblem دي هشوف الفاكتورز اللي بتعمل لها limitation للfunction الموجودة، بعد كده هنشوف الـ appropriate measures اللي هستخدمها مع البيبل دول، بعد كده هحط بلان وهشوف الـ coordinate في الـ intervention وهعمل تنسيق مع الـ القطاعات اللي هتشتغل معايا، بعد كده هعمل assess للـ effect بتاع الـ disability على البيبل وهنفذ البلان بتاعتي، وبعدين هرجع اشوف الـ outcome.
لو الجول بتاعي اتحقق وعايز اوصل لتارجت معين اعلم الناس دول لحرفة، اعلمهم مثلا حاجة في التعليم او اوصلهم لمستوى معين، اعلمهم شغل يدوي، اوصل معاهم او بصحتهم لليفل معين، الهدف بتاعي اللي انا كنت حاطه في البرنامج اتحقق ولا لا. لو ما اتحققش او اتحقق منه جزء، ببدا اعيد تاني البروسيس بتاعتي وابدا احط جول تاني واعمل البروسيس من الاول. بعد كده هنتكلم عن الكوميونتي ريهابيليتيشن. بدايه التعريف بتاعنا هي استراتيجي بي وذن كوميونتي ديفلوبمنت فور ريهابيليتيشن وايكوالايزيشن اوف اوبورتيونيتيز. اوبورتيونيتيز زي ما احنا قلنا اللي هو تكافؤ الفرص، ولما ندخل الكوميونتي ويشتغل معانا في البرامج دي بنقلل البافرتي ريدكشن، هنشغل الناس اللي عندها ديسيبلد، هيبقى لهم دخل مش هيبقى فيه بافرتي. كمان السوشيال انكلوجن اوف اول بيبل ويز ديسابيلتي، ولازم يدخلوا في المجتمع ويبقى فيه سوشيال انتر اكشن. كوميونتي بيزد ريهابليتيشن بتطبق من خلال كومبايند ايفورت زي ما قلنا قبل كده من الناس اللي عندها ديسابيلتي واند الفاميلي والكوميونتي عشان يوصلوا لليفل معين معانا، وكمان علشان ياخدوا كل السيرفيسز اللي هو من حقهم ياخدوها. المين اوبجكتيف للكوميونتي بيزد ريهابليتيشن زي ما اتكلمنا قبل كده ان هم يبقوا able to maximize their physical and mental ability to access regular services and opportunities and to become active contributors to the community and social at large. كمان من خلال activate the communities ان احنا بنشارك المجتمعات to promote and protect the human rights بتاعت الناس اللي عندها disability، ويبدأوا يساعدونا في تغيير الفكرة عن الناس اللي عندها disability في المجتمع، ويقدروا يشيلوا البارير ويساعدوهم في التوظيف وغيره. الادفانتج بتاعت the community based rehabilitation ان انا ممكن اطبق البرامج دي في البيت، فبتبقى ليست اكسبنسيف لان مش قاعد عندي في مكان معين ومش بصرف عليه ولا الحاجات دي كلها، لا هو قاعد في البيت. كمان بيساعد معايا المجتمع وده بيبقى يخلي برضه ليست اكسبنسيف، بنقلل ان هو ممكن يحصل له كونسيكونسز او متعقبات او يحصل له مشاكل على بناء على الامبيرمنت او الديسابيلتي. كمان بيبقى له دخل معين من لو هو متعلم وظيفه متعلم شغل معين بيعمل حرفه معينه. كمان existing community response and resources focus على ال quality of life بتاعته rather than quantity. multiple approaches based on community needs. زي ما في elements للبروجرام في approaches للrehabilitation. في عندنا ثلاثة approaches في institutional based اللي هو من خلال عمل دور رعاية أو مدارس خاصة ببوليسي ورولز معينة بتوجيه وتدعيم وتساعد الناس اللي عندها disability للعودة للمجتمع مرة أخرى، ودي اسمها institutional based. طيب outreach ان انا بوصل للناس في اماكنها لو هم ما عندهمش امكانية الوصول او الحصول على الخدمة، اللي هي effort to bearing services او تقديم الخدمات او information للdisability population، أو الكوميونتي بيزد وده من خلال تنشيط المجتمعات أو activating the community علشان promote and protect human rights للdisabled population وتمكينهم وأسرهم كمان من المشاركة في المجتمع وتوظيفهم بشكل أو بآخر according للstatus بتاعهم. طيب بعد كده عندنا الelements. الelements هنا بنقول ان البرامج بتاعه السي بي ار او الكوميونتي بيزد ريهابليتيشن ومناهجها بيبقى فيها اختلاف، لكن في عناصر مشتركه بين كل البرامج. اول حاجه ان هي ناشونال ليفل سبورت ثرو بوليسز او كوردينيشن اند ريسورسز الوكيشن، ان بيبقى في تخصيص موارد معينه وبوليسز الناس كلها ماشيه عليها في البرامج بتاعه السي بي ار. كمان بيخلوا بالهم من الـ human rights approach او اتجاه اللي هو حقوق الانسان بالنسبة للـ disabled population. كمان بيخلوا في ناس من المجتمع volunteer او في ناس بتتطوع من المجتمع عشان تساعد في البرامج بتاعة الـ disabled population.
كمان بيبقى فيه مساعدة أو فيه مشاركة من الـ Community Health Workers أو الناس اللي شغالين في المجتمع الصحي. كمان بنقول إن الـ Community Based Rehabilitation زي ما اتكلمنا قبل كده Multi Sectorial Collaboration، يعني في قطاعات متعددة والتعاون بينها بيقلل في الكوست اللي مصروف على البرنامج بتاع الـ Community Based Rehabilitation، وكمان بنقدر نوصل الخدمات للناس الـ Disabled بطريقة أسهل وأكتر فعالية. عندنا الـ CBR Matrix. يعني إيه Matrix؟ يعني مصفوفة. بتتكون من إيه الـ Community Based Rehabilitation Matrix؟ من 5 Components اللي هم فوق دول 5 Components. كمان كل Component منهم بيتكون او بيبقى موجود في 5 elements زي ما احنا شايفين. بعد كده الكومبوننت بتاعنا هي ايه؟ هي الهيلث، education، livelihood والسوشيال والامباورمنت او تمكينهم في المجتمع، وكل واحده فيها 5 elements. بنقول ان الماتريكس بتشرح لنا او بتوضح لنا الاستراتيجي بتاعه الكوميونتي بيزد ريهابليتيشن او هم شغالين ازاي، وبتشرح في الاليمنت بتاعتها التوبيك اللي الناس شغاله عليها في البرامج بتاعه اعاده التاهيل القائم على المجتمع. كمان بنقول ان الماتريكس دي مش لازم ننفذها او نطبقها كلها في المجتمع، لا، احنا الماتريكس ممكن ناخد منها جزء معين او النظر ليها مش على انها سلسله او تسلسليه، لا، احنا بناخد منها او الممارس او اللي بينفذ بياخد منها انه بيختار على اساس البرنامج اللي هينفذه او بناء على الاحتياجات او النيدز او البروبلم اللي بيواجهها الديسيبل بوبوليشن اللي هيشتغل عليه. زي ما قلنا الماتريكس بطريقه اوضح. كمان المنفذ او البراكتيشنر الممارس اللي هينفذ الجزء من الماتريكس او من البرنامج لازم يبقى على تواصل مع الاورجانيزيشنز الاخرى اللي بتاخد بالها من القطاعات التانية، مثلا زي الادوكيشن او الانفايرمنت او السوشيال اند سو اون. هنتكلم دلوقتي عن الكرايتيريا اللي بتبقى في البرامج. اول حاجه في الكرايتيريا ان البيبل ويز ديسابيليتي او في المعايير عشان تطبيق البرامج القائمه على التاهيل للقائم على المجتمع، البيبل ويز ديسابيليتي لازم نشارك الناس دي في البرامج اللي احنا بنعملها، سواء في المراحل بتاعه البرنامج او على جميع المستويات من اول الديزاين للبرنامج وتنفيذه، ولازم يبقى لهم رأي ورأيهم يحترم. هنحط كذا البوينت الفلاني، لا هنشتغل على الصحة، لا هنشتغل على التعليم، لا انت محتاج كذا عشان النيد بتاعتك، هو يقدر يقول لنا القرار بتاعه، لا هنشتغل كذا، هنبتدي من كذا، لا انا محتاج انكم الاول. فلازم يقول لنا القرار بتاعه علشان نقدر نحطه في البرنامج، ولازم يبقى بالاتفاق معاه ونحسسه بأهمية قراره وأهمية مشاركته في المجتمع وفي البرنامج اللي احنا هنعمله علشان الكوميونتي بيزد ريهابليتيشن بروجرام يبقى على اتم استعداد، وناخد الاوت كام بتاعه بيبقى ساتسفايد لينا وللديسابل بوبوليشن المشارك معانا. الجول بتاع البرنامج بيبقى امبروفمنت للكواليتي اوف لايف اوف بيبل ويز ديسابيلتي، ده الجول بتاعنا لاي برنامج. من ضمن الكرايتيريا كمان ان هم بيركزوا على مشاركه الكوميونتي في البرامج بتاعه الكوميونتي بيزد ريهابليتيشن علشان يعملوا كرييشن للبوزيتيف اتيتيود توورد البيبل ويز ديسابيليتي، وبيشجعوا المجتمع ان هم بينقلوا الانفورميشن لبقيه الناس او الناس اللي بتشارك في المجتمع، بينقلوا الكرايتيريا او بينقلوا انفورميشن ووجهه نظرهم لبقيه الناس عشان يحسنوا الاتيتيود بتاعهم توورد البيبل ويز ديسابيلتي. كمان بيركزوا على ان هم ما بيعملوش لتايب واحد من الديسابيلتي البروجرام، لا، البروجرام او البرامج بتشمل كل التايبس اوف ديسابيلتي من فيزيكال او سنسوري او سايكولوجيكال او منتال ديسابيلتي.
بعد كده عندنا الكومبوننت للبروجرام او للسي بي ار بروجرام شود انكلود، او الكومبوننت بتاعتنا اهي. اول حاجه البرامج دي او البرنامج ده بيتكون من ايه، او ايه هي الكومبوننت بتاعته. واحد creating positive attitude toward the people with disability، زي ما احنا لسه قايلين من شويه ان ال positive attitude ده هيجي من ايه، من creating او involving ال population في ال process بتاعت ال program، من سواء من design او implementation، وكمان بنخليهم transferring ل ال knowledge about disability to community member، لازم يساعدونا وينقلوا النولج بتاعتهم اللي اكتسبوها لبقيه الكوميونتي عشان يغيروا الاتيتيود بتاعهم او نظرتهم للديسيبل بوبيوليشن. تاني حاجه بروفيشن او بروفيشن اوف فانكشنال ريهابليتيشن سيرفيسز. البيبل او اللي هم غالبا او عاده البيبل اللي هم عندهم ديسابيلتي بيحتاجوا اسيستنت تو اوفركم او مينيمايز الايفكت بتاع الليميتيشن. فمن ضمن الخدمات اللي بتقدم ليهم ميديكال سيرفيسز او فيزيوثيرابي او اوكيوبيشنال ثيرابي او سايكوسوشيال ثيرابي اند سو اون. بعد كده بروفيجن اوف education اند تريننج opportunities، اللي هم لازم يحصلوا على او يبقى في ايكوال اكسس تو education، اللي هم لازم يبقى في مدارس عاديه ليهم او يبقى في ادماج ليهم او يبقى في مدارس خاصه بالديسيبل بوبيوليشن، ممكن نعلمهم لغه الاشاره، يبقى في تكافؤ فرص كمان، يبقى في تعليمهم مثلا طريقه برايل او حتى في التدريب على الديلي ليفنج سكيلز او اكتيفيتي. بعد كده كرييشن اوف مايكرو اند ماكرو انكم جينيريشن اوبورتونيتي، اللي هم من خلال توفير فرصة عمل ليهم هيكون لهم دخل، اما دخل جزئي يا اما دخل كلي على حسب المقدرة بتاعتهم وحالتهم الصحية. فاحنا لازم بنعلمهم مهارات مهنية بواسطة الافراد المجتمع بتتناسب مع حالتهم الصحية. بعد كده provision of care facility للناس اللي عندها اعاقات شديدة او الفاميليز بتاعتهم ما بتقدرش تساعدهم او بتقدم لهم الرعاية، لازم يبقى في فريق او في ناس بتساعدهم من المجتمع على الرعاية سواء رعاية صحية او غيره. عندنا الـ prevention of causes of disability، واحنا شغالين مع البيبل دي والفاميليز بتاعتهم لازم نعمل prevention كمان للـ causes of disability من خلال ارشادات او قوانين، زي مثلا منع الاصابات الطرق واصابات العمل، وبنشجع الناس ان هم يتبعوا الـ health lifestyle، او كمان ان احنا بنقلل او بنعمل early intervention للاطفال اللي عندها impairment عشان ما يأثرش عليهم في المستقبل. بعد كده management monitoring and evaluation، البرنامج ده بعد ما يتطبق بنعمل نشوف الـ effectiveness والـ efficiency بتاعته، كمان بنشوف الـ outcome بالنسبة للبرنامج، هل يا ترى اتحققت ولا ما اتحققتش، ولازم يبقى في regular measure للـ outcome، لو ما اتحققتش ما اتحققتش ليه وايه السبب. وفي آخر الـ process بتاعتنا لازم نعمل تقييم عام، لو في البرنامج أي defect او في الجول بتاعنا ما تحققش لازم نعيده من الاول، او بنعمل اسسمنت تاني وبنرجع نعمل بروسس تانية ونكمل الاوبجكتيف ده او الجول اللي ما تحققش عندنا، وبنقيمه برضو في الاخر نعمل ري اسسمنت وهكذا. السيكتورز والرولز، الناس اللي شغاله او القطاعات اللي شغاله معانا في الكوميونتي بيزد ريهابليتيشن، هنبدا بقى نقول عنها هي ايه. اول حاجه خالص اللي هيشتغل معانا البيبل اللي هم الديسابل ذات نفسهم، زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنشاركهم في كل المراحل والمستويات من البرنامج، من الديزاين والامبلمنتيشن، وان يكون لهم راي. الفاميلي بتاعتهم كمان لازم تشارك معانا، لان ده البرايمري ريسبونسابيلتي بتاعها ان هي تخلي بالها وتعمل كيرنج من الممبر بتاع الاسره بتاعتها، لان ده عضو في الاسره بتاعتها. كمان الفاميلي هي الفيرست لاين of support and assist لل people with disability، المفروض تكون هي الفيرست لاين من السبورت بتاعه.
ولو في disabled people مثلا او person مش عايز يشارك في البرنامج او حالته الصحية لا تسمح، فالفاميلي بتساعدك والفاميلي بتقنعه وبتتكلم معاه، او على حسب حالته بتشوف هو مش عايز ليه يشارك في البرنامج، او على حسب حالته بتخلينا ندخله او يبقى involved في البرنامج بتاعنا. طيب في كمان الجوفرنمنت، الجوفرنمنت دي اللي هي ليها important role، او government organization طبعا لازم يبقى ليها important role في development والsustainability بتاعت الكوميونتي بيزد ريهابيليتيشن بروجرام. كمان ان هي بتعمل التشريعات الخاصه بحمايه او حقوق الناس الديسابل. النون governmental organization او اللي هي مش حكوميه بس بتساعدنا في البروفايد الريسورسز، وبتعلم الناس الديسابل سكيلز معينه، او بتعلمهم بتديهم فرص معينه او تريننج معين علشان يبقى ليه دور في المجتمع او ليه مهنه معينه بتعود عليه بانكم ولو قليل او جزئي. البرايفت سيكتورز، البرايفت سيكتورز دي موجوده في المجتمع والاورجنايزيشن الجوفرنمنتال اورجنايزيشن بتساعدها وبتاخد تسهيلات من الدوله والمجتمع، فبيبقى كمان لها دور معانا في خدمه افراد المجتمع ومنهم الديسابل بوبوليشن وهو جزء من المجتمع، فبتعمل دعم وبتعمل برامج من خلال الكوميونتي بيزد ريهابيليتيشن بروجرام، بتدي مساعدات سواء ماديه او تدريب للناس الديسيبل. بعد كده الكوميونتي هيلث نيرس رول، وده معظمه انتوا اخدينه قبل كده، ان النيرس بتعمل اسيسمنت للفيزيكال والمنتال والسوشيو ايكونوميكالي اند فوكيشنال ستاتس، بتبقى ادفوكيت للبيشنت اند فاميلي، بتعرفه حقوقه وهتاخد مثلا معونات من هنا، لا انت هتروح المكان الفلاني عشان تسال على الايدز بتاعتك، اي حاجه فيها الكير بتاعته بتقول له لا انت ليك كير معين، لا انت بتصرف علاج من مكان معين، انت ليك تدريب في المكان الفلاني، كل الحاجات اللي ليها رايتس او هيومن رايتس بالنسبه للديسابل بوبوليشن اند الفاميلي لازم تعرفها للبيشنت والفاميلي. بروفايد اند كوردينيت بيشنت كير ان ا فاريتي اوف هيلث كير سيتنج انكلودنج الهوم، كولابوريشن ويز ريهابليتيشن تيم تو استابليش اكسبكتد بيشنت اوت كم تو ديفلوب بلان اوف كير. لازم تبقى عارفه كمان البلان او بتشارك في البلان وتبقى هي الكولابوريشن وتنسق مع التيم اللي بيقدم السيرفيسز للبوبوليشن، بتبقى هي كمان السورس بتاع الريهابليتيشن تيم، بتبقى السورس اوف نوليدج كمنسق، لازم تبقى عارفه كل حاجه عن الديسيبل بوبوليشن دول اللي عاملين عليهم البرنامج او اللي هي بتقدم لهم الكير، سواء بقى عندهم كرونيك ديزيز او ديسيبلنج هيلث بروبلمز، بتبقى عارفه كل النولج عنها علشان لو حد رجع لها وقال عايز معلومه معينه. كمان بيبقى في البلان اللي هم بينفذوها النيرس او الكوميونتي هيلث نيرس بتبقى مسؤوله عن استمراريه البلان وتقديم النيرسينج انترفينشن، وكمان بتشوف الاوت كم بتاع الانترفينشن ده اتحقق ولا لا. كمان بتعمل تقييم للإفكتيفنس بتاع البلان للبيشنت أو الفاميلي ديسابل بوبوليشن، بتشوف حققت الجول بتاعنا ولا لأ، بتدي هيلث إدوكيشن أند هيلث تيتشنج للكلاينت والفاميلي عن الديلي أكتيفيتي أو الديلي كير أكتيفيتي اللي هم هيطبقوها مع البيشنت ويز ديسابيلتي أو هو اللي هيعملها لنفسه، فبتعلمه إزاي. بيبقى فيه بروبر ريفيرال اكوردنج للكوميونتي ريسورسز، بتقول له انت هتاخد الادوات المساعده بتاعتك منين، لو في دعم مادي هياخده منين، بتحوله لو في اي حاجه صحيه او تاهيل او تدريب او تعليم حرفه معينه او مهنه معينه، بتوجهه الاماكن المعينه على حسب حالته. اتمنى ان شاء الله المحاضره تكون مفهومه،
ولو في اي استفسار تواصلوا معايا زي ما بنتواصل سواء على سكولوجي او على الواتساب. المحاضرة ان شاء الله هتنزل على موديل وعلى الواتساب وكمان على موقع الكلية، هبعت لكم اللينك ان شاء الله. وفي اسئلة على المحاضرة على سكولوجي زي ما تعودنا في ميعاد المحاضرة ان شاء الله، وبالتوفيق.